هذا وقد صرح مسؤول من حكومة طالبان لمراسل مجموعة الصين للإعلام أنه يتوقع زيادة عدد الطلاب بعد تنفيذ السياسة الجديدة في البلاد. إذا نظرنا إلى 20 عاماً الماضية، يمكننا بسهولة معرفة أن معظم العائلات الأفغانية أرادت إرسال أطفالهم إلى المدرسة، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب انتشار الفساد الاجتماعي وسوء السلوك. ومع الإعلان عن السياسات الأخيرة، ستتاح الفرصة لآلاف الأفغان لإرسال أطفالهم لمتابعة التعليم العالي. لهذا السبب أخبرت المؤسسات الخاصة أنه سيكون هناك زيادة في عدد الطلاب بعد تنفيذ السياسة الجديدة، وقد أكدوا ذلك الأمر.